ما زلنا مع الدوري العام. سقط الإسماعيلي هو الآخر في فخ التعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 باستاد السلام. بدأ درويش بالتقدم عن طريق الأسمر محمد حمص في الدقيقة 53، واستطاع بكاري كوليبالي إدراك تعادل الإنتاج في الدقيقة 89 وهو يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد عمران في الدقيقة 26. بهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 26 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن الفريق البترولي إنبي، لما ارتفع رصيد الإنتاج إلى 19 نقطة ويحتل المركز الثامن. في الدقيقة 88 هدف يبدو أن رقم 8